سلام ردية مثل العسل صافي وخص الملوك. سلام ردية مثل العسل صافي وخص الملوك. ملوكنا اللي تشوف العرب والاسلام فزعتها. يا دولة يا نعم الشعب السعودي بين خيراتها. والف يا صاحبي هذه اوقاتها. لكن قد السوى والف يا صاحبي هذه اوقاتها. والخير موجود في دار الوطن من عهد جدك وابوك. لكن قد السوى والف يا حسبني على بعض الامور مطاوعك مثل اخوك. الله يغرب لك يوم جنيبك كل الشيء لاخواتها. Oh.
عند الحرامية وجابة ورغبتك وادركوك أما رحت عند الحرامية وجابة ورغبتك وادركوك وصبحت تجرى على العربان تاخذها بغفلاتها وصبحت تجرى على العربان تاخذها بغفلاتها وصبحت عند الحرامية وجاب غفلتك وادركك وصبحت سلوك بعيد لا تلوي على ناس سلوك بعض الليالي على بعض العرب يشيل غراتها بعض الليالي على بعض العرب يشيل غراتها كوني واهلك القشران ما حنكوك ماني مصاحب عرب تخلف وما يرها ونياتها ماني مصاحب عرب تخلف وما وصل سلوكك على كيفك وكل العالمين سمعوك وصل سلوكك على كيفك وكل العالمين سمعوك شاشتك تنقل علينا المعركة ونشوف غراتها شاشتك تنقل علينا المعركة ونشوف غراتها وصل سلوكك على كيفك وكل العالمين اسمعوا شاشتك ومحنكم في المهد واهلي ربوني بالعسل ما ربوك ومحنكم في المهد واهلي ربوني بالعسل ما ربوك وانت بحضن العجوز اللي فل الذئب في شاتها وانت بحضن العجوز اللي فل الذئب في شاتها ومحنك بالمهد واهلي ربوني بالعسل ما ربوك وانت بحضن
من يوم رديتها بيني وبينك وداهاتها البحور الهوج لا يغرد بغباتها وليس البحر البحور الهوج لا يغرد بغباتها وإن كان داخلك يا رجال من بعض السوالف شكو وليس البحر داري وانا فيها ولو تطلع لي اليوم شوك اصبر عليها وارتب في دقايق وساعتها اصبر عليها احذر ترى كفي اليسرى تخالفني بخطوات